نتكلم النهارده على فيروس الورم الحليمي البشري واللي هو HPV او هيومن بابيلوما فيروس، عشان بعد كده بقى نبتدي نتكلم على استخدام الإلايزا للكشف عنه. طيب ايه هو فيروس الورم الحليمي البشري؟ هو عباره عن طبعا اختصاره زي ما قلنا الهيومن بابيلوما فيروس او HPV، وهو فيروس شائع جدا، بحيث انه حوالي 100 نوع منه من فيروس الورم الحليمي البشري، والتي تؤثر على اجزاء مختلفه من الجسم، ويمكن ان تؤثر حوالي 30 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري على الاعضاء التناسليه، ومن بين هؤلاء حوالي 14 نوع تعتبر عاليه الخطوره، قد تؤدي لاصابه بسرطان الرحم. يعني هنا سرطان عنق الرحم يكون سببه فيروس احدى الاحيان. يعتبر فيروس، وهنقول يعني اسباب انتشار هذا الموضوع اما نخلص الجزئية دي، بيعتبر فيروس الورم الحليمي البشري او الـ HPV هو المسؤول عن عدوى شائعة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وبتحمل نفس اسم الفيروس، ويتعرض معظم الاشخاص النشيطين جنسيا للاصابة بهذه العدوى في مرحلة ما. دي الحاجة الغريبة انه بيصيب الرجال والنساء، لان كان التركيز بعد كده هيبقى كلام على النساء. فيروس الورم الحليمي البشري للرجال لا تظهر اعراض غالبا على الرجال المصابين بورم بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، على الرغم انه البعض قد يصاب بالسقاليل التناسليه على القضيب او كيس السفن او فتحه الشرج. يمكن لبعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري ان تسبب سرطان القضيب والشرج والحلق لدى الرجال، ويقدر بالذكر لسلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبب السقاليل التناسليه هي ليست نفس السلالات اللي بتسبب السرطان. وقد يكون بعض الرجال اكثر عرضه لاصابه بالسرطانات المرتبطه بفيروس الورم الحليمي البشري، بما في ذلك الرجال اللي بيمارسوا الجنس الشرجي والرجال الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعه. طيب في بقى زي ما قلنا ان فيروس الورم الحليمي البشري عند الرجال بنقوله ان هو كمان بيصيب النساء، وبتشير تقديرات ان 80% من النساء بيصابن بنوع واحد على الاقل من فيروس الورم الحليمي البشري خلال حياتهن. وكما هو الحال مع الرجال لا تظهر اي اعراض على العديد من النساء المصابات بفيروس الورم الحليمي البشري، وتختفي العدوى دون التسبب في اي مشاكل صحيه، وقد تلاحظ بعض النساء ظهور سعاليل تناسليه او نتوءات داخل المهبل او في فتحه الشرج او حولها او في عنق الرحم او الفرج. ويمكن لبعض سلالات فيروس الورم الحليمي البشري ان تسبب سرطان عنق الرحم او سرطان المهبل او الشرج او الحلق، ويمكن ان يساعد الفحص المنتظم لاكتشاف التغيرات المرتبطه بسرطان عنق الرحم لدى النساء. بالاضافه الى ذلك يمكن ان تكشف اختبارات الحمض النووي على خلايا عنق الرحم على سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المرتبطه بسرطان الاعضاء التناسليه. طيب في الحال ان فيروس الورم الحليمي البشري والحمل، هنا بقى بيتكلم على موضوع الحمل، لا تقلل الاصابه بفيروس الورم الحليمي البشري من فرص الحمل، ولكن ينبغي على الحامل المصابه بالفيروس تاخير العلاج الى ما بعد الولاده. يمكن ان تسبب عدوى فيروس الورم الحليمي البشري مضاعفات في بعض الحالات، وقد تؤدي التغيرات الهرمونيه التي تحدث اثناء الحمل الى نمو السعاليل التناسليه اثناء الحمل، وفي بعض الحالات قمضان زيت هذه السعاليل. واذا كانت السعاليل التناسليه منتشره فقد تجعل الولاده الطبيعيه صعبه، وعندما تسد السعاليل قناه الولاده قد يتطلب الامر اجراء ولاده قيصريه. وفي حالات نادره يمكن للام المصابه بفيروس الورم الحليمي البشري ان تنقل الفيروس لطفلها اثناء الولاده، وعندما يحدث هذا قد يصاب الطفل بحاله تسمم تسمى الورم الحليمي التنفسي المتكرر او ريكارنت ريسبيراتوري بابيلوماتوزيس، حيث يصاب بالسعاليل المرتبطه بفيروس الورم الحليمي البشري داخل الحلق او الشعب الهوائيه، ولا يزال من الممكن حدوث تغيرات في عنق الرحم اثناء الحمل. لذا يجب التخطيط ومواصله الفحص الروتيني لسرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري اثناء الحمل. نكمل المره الجايه.